تاريخ 26 يناير يوم الجمارك العالمي. طبعا بهالمناسبة نحب نهنئ كل العاملين في شؤون الجمارك وزارة الداخلية، وما يخفى عليكم مشاهدينا الكرام دورهم وجهودهم في تسهيل حركة المسافرين وتطوير التجارة ودعم النمو الاقتصادي، خاصة أن البحرين أو جمارك البحرين تتميز بالكفاءة والانضباط في الأداء الجمركي. والحديث أكثر عن دورهم وعن اليوم العالمي للجمارك، أسعدنا نستضيف طبعا ضيفنا في الاستوديو وليد عبد العزيز الصباق، مدير إدارة التخليص الجمركي والمتابعة بشؤون الجمارك. مرحبا فيك. يا هلا. رحب فيكم مشاهدينا الكرام. نهنئكم في البداية بمناسبة اليوم العالمي. جزاك الله خير. وقبل أن ندخل في جهودكم وفي دوركم يعني الجبار اللي تقومون فيه، ناخذ هذا التقرير نشوفه مع مشاهدينا الكرام ونبدأ. إن شاء الله. رجعنا لكم بعد هذا التقرير، ونرجع لضيفنا الكريم في الاستوديو الاستاذ وليد عبد العزيز الصباق. طبعا يعني لو نبتدي اولا باختيار المنظمه العالميه للجمارك هذا اليوم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، لو نسلط الضوء على ما تم اختياره من شعار هذا العام، وما هو الموضوع اللي تكلم عنه هذا الشعار وما اهميته؟ طبعا في البدايه لو بدنا نعرف ان تحتفل منظمة الجمارك العالمية وجميع الإدارات الجمركية على مستوى العالم بتاريخ 26 من يناير من كل عام بيوم الجمارك العالمي، والذي يهدف إلى تكريم العمل الجمركي وأبراز دور الجمارك ومساهماته في التنمية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والأمن المجتمعي. طبعا شعار هذا العام هو بيئة عمل للتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى أن تكون بيئة العمل تقدم أفضل الخدمات للتجار والأفراد والشركات والمؤسسات. نعم. والمقصود بالبيئة الآمنة هنا بيئة عمل الآمنة أن تكون هذه البيئة ممكنة، مستدامة، محفزة، موجهة لجميع القطاعات. نعم. وبالأخص القطاعات المتاهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيعها على التبادل التجاري الدولي وبالتالي الابتكار وخلق الفرص، بما يعكس إيجابا على النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة. نعم. احنا بندخل اكثر في العمل الجمركي نفسه وفي آليات التنظيم وتشغيل الأنظمة الجمركية. طبعا حصلت شركة مونداليز على شهادة المشغل الاقتصادي، يعني شنو هي المتطلبات والشروط المؤهلة للحصول على هذه الشهادة من قبل طبعا مملكة البحرين؟
المشاق الاقتصادي المعتمد هو أحد الطرق المعتمدة من منظمات الجمارك العالمية، وهو بيكون أحد الأطراف الفاعلة بهذا البرنامج، بحيث أن الشركة هذه تلتزم طوعية، ويعرف أيضا هذا البرنامج بالالتزام الطوعي. وعندنا في الجمارك في فريق مختص من موظفي الجمارك المتميزين والمتمكنين جدا يذهبون إلى هذه الشركات للتأكد من التزام هذه الشركات بمتطلبات منظمة الجمارك العالمية. لابد أن نعرف من هي الشركات هذه وبماذا يلتزمون. الشركات هي بالإمكان تكون إحدى الشركات العاملة بالاستيراد أو التصدير أو النقل أو المستودعات أو أحد شركات التخليص الجمركي. وهناك مجموعة من الأمور والمتطلبات اللي يجب أن يلتزمون فيها، هي متطلبات تعني بالجمارك، متطلبات جمركية أساسية، متطلبات في أنظمة الأمان لدى الشركة بحيث تكون توافق ويا أنظمة الأمان الدولية، متطلبات في نظم المعلومات لدى الشركة، متطلبات بالرقابة الإدارية في الشركة، ومتطلبات في النظام المالي لدى الشركة، بحيث يتمكن موظفي الجمارك من التأكد من التزام هذه الشركة بالمتطلبات المطلوبة. نعم، المتطلبات طبعا تشمل المنافذ البرية والبحرية كذلك. طبعا المستوردين والمصدرين اللي يستوردون ويصدرون من أي منفذ جمركي بالإمكان أنهم يأخذون شهادة المشاق الاقتصادي المعتمد. ممتاز. طبعا أستاذي، يعني بمناسبة هذا اليوم يوم الجمارك العالمي، أنتوا أصدرتم في شؤون الجمارك 4 كتيبات جمركية، هي من إعداد أحد موظفينكم في شؤون الجمارك. تكلمنا بشكل عام عن هذه التبيات، أعتقد هذه الموجودة حاليا عندنا. طبعا بحسب توجيهات معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بالرقي بالعمل الإداري وتوثيق الإجراءات، قام موظفي الجمارك خلال عام 2017 بإصدار أربعة من الأدلة أو الكتيبات. هذه أحد الأدلة، وهو دليل الإجراءات الجمركية. ممتاز. واللي تطرق لعملية الاستيراد والتصدير في المنافذ الجمركية بشكل عام. نعم. الدليل الثاني هو دليل المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو اللي تطرقنا له من شوية. مهارات التحليل الجمركي، وهو المتعلق بطريقة التعامل مع أجهزة الأشعة المستخدمة في المنافذ. نعم، هاي خاصة طبعا بموظفين الجمارك يعني. أكيد هذه هو يتعلق بطريقة استخدام أجهزة الأشعة في المنافذ الجمركية، استنادا على خبرة الموظفين الجمارك. والأخير هو توثيق وأساسيات قسم التراخيص المخلصين الجمركيين، وهو المعني بتقديم رخص المخلصين الجمركيين واستخدام نظام نجم لدى شؤون. طبعا هذه الموظفين، الكتاب الأخير أو الكتيب الأخير للموظفين وكذلك المخلصين. أكيد طبعا هذا توثيق أساسيات التراخيص هو معني في المخلصين والموظفين. مهارات التحليل بيكون للموظفين الجمارك، والباقي طبعا بيكونون لجميع الموظفين والمخلصين. أنا ودي أتكلم أكثر عن هذه الدليل الإجراءات الجمركية. نعم. اللي هو أول كتيب. نعم. عرضته لنا. نعم. نتكلم عنه أكثر، يعني شنو الهدف من إصداره؟ دليل الإجراءات الجمركية هو يتعلق بضوابط الاستيراد والتصدير. نعم. بشكل عام، ويدش في تفاصيل هذه العملية. إحنا في الجمارك يعني نحتاج جدا إلى مثل هذا الدليل، بحيث يوثق جميع الإجراءات، ويكون هذا الدليل مثل الكتالوج لدى موظف الجمارك ولدى المخلص الجمركي. ممتاز. لو في أي استفسار عنده في أي مرحلة من مراحل التخليص الجمركي، بمجرد يفتح على الصفحة المطلوبة ويتأكد ما هو الإجراء المطلوب منه. طبعا الدليل مثل ما ذكرنا يتعلق بضوابط الاستيراد والتصدير ومراحل عمل البيان الجمركي، من تقديم البيان لدى المخلص الجمركي وبالتالي تدقيقه لدى الموظف الجمركي، وبعدين اتجاهه إلى المنفذ لمعرفة نوع المسار المحدد له من النظام الآلي لإدارة المخاطر عندنا. نعم. وبالتالي إجراءات الفسح من المنفذ، يعني دليل من بداية العملية إلى النهاية بكل تفاصيل الدائرة. هذه طبعا يأخذ الموظف، يأخذ المخلص، يأخذ طبعا التاجر كذلك، بيكون متاح لجميع الموظفين والمخلصين والتجار
واي واحد مرتبط عمله بعمل الجمارك. ممتاز ممتاز. عقدت مؤخرا يعني لقاء تشاوري بشان التخليص المسبق مع المخلصين الجمركيين، لو تحدثنا عن هذه الآلية، آلية التخليص المسبق. طبعا احنا في الجمارك بالجسر عندنا مدة تستغرقها الشاحنة للبقاء على الجسر. هذه المدة تتجاوز من 4 إلى 6 ساعات، هذه يعني الليمت مالها، وهي فترة بسيطة وليست فترة صعبة. لكن احنا يعني نحاول في الجمارك ان بقاء الشاحنة على الجسر يكون في اقصر مدة ممكنة. ممتاز. وبالتالي لا يعني نطلب من المخلصين والسادة التجار ان بمجرد ان تتم الصفقة عندهم يتقدمون في الجمارك عمل البيان الجمركي وانهاء جميع الاجراءات الجمركية قبل وصول الشاحنة إلى منفذ جسر الملك فهد. نعم، هذه طبعا راح تتفادى مسألة تكدس شاحنات أو ازدحامات الجسر يعني. أكيد لابد من الإشارة أن احنا في الجمارك أنهينا مشكلة تكدس الشاحنات من فترة طويلة، لكننا نسعى إلى تحسين الإجراءات بحيث يبقى الجسر هو منطقة لعبور الشاحنات. بالتالي لو كان البيان قدم مسبق المخلص والتاجر يعرف شنو هو الإجراء المتبع، فإذا كان المسار عنده مسار أخضر يستغرق أو يكون الجسر منطقة عبور له. ممتاز. أما إذا كان بالأشعة فبمجرد انتهاء الأشعة تخرج الشاحنة من الجسر، وإذا كان مسار الأحمر يتم تحديد نوع التفتيش وين مكانه بالضبط. نعم. وبالتالي تنتهي الإجراءات بسهولة ويسر. طبعا هذه الآلية يعني استفيد منها الطرفين طبعا يعني. أكيد. راح توفر الجهد والتعب يعني سواء عليكم في إدارة الجمارك أو كل ما الجمارك افسحت شحنات اكثر شاحنات اكثر، كل ما دشت البحرين شاحنات اكثر. نعم. وبالتالي هذه السرعه تكون في صالح المستوردين في المقام الاول والجمارك بحيث تدش الى البلد اكبر عدد ممكن من الشاحنات نظرا لاهميه هذا الجسر. ممتاز. طبعا كذلك احنا لازم ننوه ونشيد بدوركم في اداره شؤون الجمارك سواء في المنفذ البري او المنفذ الجوي البحر. يعطيكم ألف عافية، يمكن إحنا كلام قلناه العام ونرد نعيده، يعطيكم ألف عافية على يعني ما تقومون فيه، على جهودكم الجبارة، يعني المهارات اللي يمتلكها موظف الجمارك مهارات عالية وكفاءة عالية في والانضباط العالي صراحة. واجب يعني علينا هذه. طول بعمرك. وفي النهاية ما قصرت معنا الأستاذ وليد عبد العزيز الصباغ مدير إدارة التخليص الجمركي والمتابعة بشؤون الجمارك.